بالنسبة لجامع النور الكبير الذي يقع في الجانب الأيمن، هناك فرق بين الموصل الكبير في الحي الزراعي وهناك جامع النور الكبير منارة الحدبة الذي هو في الجانب الأيمن. تم كما يعلم الجميع تم وضع حجر الأساس، وتم قبل 5 أيام استلام اليونسكو لهذا الموقع بعد أن تم إخلاء المنطقة بالكامل من العائدات التي تعود للمساحة المقررة لتوسعة الجامع والمنارة إن شاء الله تعالى. نحن ننتظر من اليونسكو العمل المتواصل لإتمام هذا الجامع وإتمام منارة الحدباء والتوسعة التي ستجري في هذا الموقع إن شاء الله تعالى.